الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وبعد. هذا الموعد مادة المذاهب الفكرية المعاصرة، وكنا قد تناولنا في المقدمة السابقة شيء عن هذه المادة وما ينبغي على طالب العلم أن يكون عليه بعد دراسة هذه المادة، وأنها من الأهمية بمكان، فإن لدراسة الأديان والفرق والمذاهب المخالفة للحق أهمية كبرى وثمرات عظيمة لتستبين سبيل المجرمين ولتقوم الحجة ويصف الحق مما لحق به من شوب الباطل، فيبقى الحق نميرا صافيا بعيدا عن أكدار الضلالات وأوضار الأهواء، لا سيما في هذه الحقبة العصيبة. وبذلك تكون هذه محاولة من محاولات أهل السنة في إنقاذ الضالين وضحايا التقليد والتبعية المطلقة وصرع الجهل والطاعة العمياء ممن ألفوا أسلافهم على أمة فاتبعوهم، وممن أطاعوا سادتهم وكبراءهم من غير ما بينة من حق أو أثارة من علم. ومن ثمرات الوقوف على الأديان والمذاهب والفرق المعاصرة اعتزاز المؤمن الصادق بالحق الذي يحمله ويفرح باليقين الذي يدين به، وذلك إذا رأى ما عليه غيره من التخبط والضياع في دياجير الظلمة والضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إن ذلك باب عظيم من أبواب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فإن الحق إذا بين وصفي مما لحق به من بدع وضلالات وشوائب هفت النفوس إليه وانبعثت إلى الدخول فيه والتمسك به، فالإسلام يدعو إلى نفسه بنفسه شريطة أن يعرض عرضا صحيحا صافيا نقيا واضحا. ومن هذا المنطلق قام علماء الإسلام والسنة في مختلف الأعصار والأمصار بعمل عظيم وجهد جبار، هتكوا من خلاله سجف الباطل وكشفوا عوار البدع والضلالات وأوضحوا للناس دين الله ودعوهم إلى الإقبال عليه، وكان دأب هؤلاء الوصول إلى الحق. وهذه في الحقيقة مزية يعني لكل رجل صادق، أن يكون الأصل طلب الحق ليس الانتصار للنفس، طلب الحق ليس الانتصار للنفس. الإنسان بطبيعة الحال يتمنى أن يكون رأيه هو الصحيح ومذهبه هو الراجح، طبيعة في الإنسان جبل عليها، ولكن ينبغي أن يتعلم وأن يتربى وأن يتأدب بحيث أن يكون الحق أحب إليه، سواء كان معه أو مع غيره، أن يكون طالبا للحق، أن يريد أن ينصر الحق لا يريد أن ينصر نفسه، يجاهد في وصول الحق إلى الخلق ولا يجاهد ليرتفع ذكره بين الناس، يجادل عن الحق ولا يجادل عن نفسه. وهذه في الحقيقة إذا تعلمناها وتربينا عليها والله كفى بها نعمة، أن يرى الإنسان نفسه على خطأ وأن لا يجد غضاضة أبدا في أن يقول والله أنا مخطئ، الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى هداني ولم أتمادى في الباطل ولم يحبب إلي الضلال. هذه نعمة، هذه نعمة عظيمة. وإلا انظر إلى أكم من الخلق يعرض عليهم الحق فيأبون،
يكون واضحا جليا فيرفضون. ألا ترى أنهم مصرفون؟ من الذي صرفه؟ الذي حبب إليك الحق سبحانه وتعالى. إذن هذه نعمة، لا ينبغي للإنسان أن يكون متعصب للباطل، منقاد انقياد أعمى أبدا أبدا. انظروا إلى هذا القرآن الذي بين أيدينا، الذي يتلى علينا صباح مساء ونقرأه ونحفظ منه. أفلا يتفكرون؟ أفلا يتدبرون؟ أفلا يعقلون؟ أفلا يتذكرون؟ لقوم يعقلون، لقوم يوقنون، لعلهم يتذكرون، لعلهم يتفكرون. إذن إعمال الفكر والعقل فيما خصص لذلك أمر مندوب شرعا، أن تعمل العقل، أن تفكر. ولكن فيما ينبغي أن يفكر فيه الإنسان، يعني لا يأتي إنسان في المسائل الغيبيات ويفكر، يعمل عقله. الذي أمرك أن تعمل العقل أمرك ألا تعمله في بعض الأمور المستثناة، لأن العقل لا يدرك كنه هذه الأمور، لأنها إنما يحكم العقل على الأشياء الشبيهة التي مرت عليه، يقيس على الأشياء المقاربة. لكن الأشياء التي لم يرها العقل ولم يدرك كنها حقيقتها، كيف له أن يحكم عليه؟ هل رأى العقل يوما القبر وسؤال الملكين؟ هل عاين العقل عذاب القبر أو نعيمه؟ هل عاين العقل الجنة والنار؟ ما هذه الأشياء ما عرفناها إلا عن طريق الدليل نسلم، وإعمال العقل فيها بجمع الأدلة، بجمع وضمها إلى بعضها البعض. إعمال العقل فيها أن تمرها كما أمرها الصحابة، إعمال العقل فيها أن تتوقف فيما أمرت أن تتوقف عنده. ولكن إعمال العقل في بقية الأمور هذا أمر مندوب. تفكر، انظر، فإن الإنسان إذا صار إمعة لن يهدى أبدا إلى الحق إلا أن يشاء الله. لا ينبغي للإنسان أبدا أن يكون إمعة. فضل مولانا فضل الشيخ، لا ينبغي للإنسان أبدا أن يكون جامد الفكر، بل ينبغي عليه أن يكون دائم التفكر، دائم البحث. انظروا إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، وهذه قصة عجيبة، قصة إسلامه. كم تبعد ديار سلمان عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم؟ انظروا. ولكن لما بحث عن الحق هدي إليه بإذن الله. وأناس يرون النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم وليلة ولم ينتفعوا به، لأنهم يرفضون الحق أصلا. وهذه علامة ودلالة أن طالب الحق بصدق لابد أن يهدى إليه. هذه علامة ودلالة أن طالب الحق بصدق لابد أن يهدى إليه، وإلا كان يكتفي برحلة من هذه الرحلات عند هؤلاء الناس النصارى لا سيما، وقد رأى من أحدهم خيرا. راهب على عبادة وعلى طاعة وعلى كذا، خلاص. ولكن تأبى النفس الزكية والقلب الطاهر والعقل المستنير إلا أن يبحث ويفتش. سبحان الله، في قصة عجيبة. وانظروا إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن أخيه ومن أعرف الناس به أنه صادق صلى الله عليه وسلم، وأنه أمين، وأنه لا يكذب،
لا يكذب في 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 أحاديث الناس، فكيف يفتري الكذب على الله سبحانه وتعالى؟ ومع ذلك لم ينتفع، حتى نزل فيه القرآن: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. والله ما كسب، لا في الدنيا ولا في الآخرة. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. انظروا، ثم في نزول هذه الآيات تحدي عظيم لكفار قريش ولأبي لهب نفسه وامرأته. إذ نزلت هذه الآيات فيه تبشره أنه على الكفر، وأنه سيموت على الكفر، وأنه سيدخل النار. كان من السهل جدا أن يتظاهر حتى بالإيمان ليكذب القرآن، ولكن سبق عليه القلم. كان من السهل جدا يقول أن محمد يخبركم أني لكني سيستطيع كتاب في علم الله السابق. كذلك طالب الحق دوما إن كان صادقا يهدى إلى الحق، ولا تغتر، لا تغتر بالكثرة، ولا تغتر بالمظاهر، ولا تغتر أحيانا بالمواقف، لا تغتر، لا تغتر بالكثرة، فإن تطع أكثر أهل الأرض يضلوك عن سبيل الله. سبحان الله، أهل الحق دوما الأصل أنهم قليلون، من أيام فرعون الأول: إنهم لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. دوما لا تغتر، والطرق لا تسلك أبدا، لا تسلك أبدا بأعداد الناس ولا بمظاهرهم. فالناس تسمي اليابان كوكب، بلغوا من الرقي والحضارة والتكنولوجيا شيء عجيب، يعني كل يوم تطالعك الأخبار والفيديوهات عن أشياء يكاد العقل يقف. صحيح، وفي النهاية يعبدون صنما. لا تغتر، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. واضح؟ ولا تغتر بكثرة، ولا تغتر بقوة، فأقوى أهل الأرض الآن كفار، ولا ريب ولا شك أنك مستضعف وأنك على الحق. لا تبتئس، لا تحزن، إن الله معنا، لا تحزن أبدا، ولكن ينبغي أن تتحرك، أن تتغير، فإن هذا الواقع لن يتغير إلا إذا تغيرنا، لن يتطور إلا إذا تطورنا. طريق التغيير يا أخوانا واحد. أنا أعطيكم مثال: أي جهاز من هذه الأجهزة التي بين أيدينا حينما يصيبها العطب، أين تذهبون بها في أفضل مكان يذهب إليه؟ لماذا؟ لماذا التوكيل؟ لأن التوكيل ينوب عن المصنع. ليه التوكيل؟ ليه؟ هو أدرى بمحتوياتها، بعيوبها، بعطبها وطريقة إصلاحها، ولله المثل الأعلى. وكذلك الإنسان، هذا المخلوق العجيب، صنع من؟ صنع الله سبحانه وتعالى. هو أدرى بما يصلحنا، هو أدرى سبحانه بما ينبغي أن نكون عليه، هو أعلم بكم. سبحان الله. لذلك لما نصب بالعطب، ونحن دوما مصابون بالعطب في المجموع يعني وفي الأفراد وجماعات، لابد علينا أن نراجع الدين الشرع، كتاب الله، علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، علاقتنا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طريق الإصلاح. أي طريق آخر قد تجني من ورائه بعض الفوائد، لا شك في ذلك.
لكن ليس طريق إصلاح قويم شامل، لكن طريق الصلاح والإصلاح القويم الشامل بين أيدينا. والعجب كل العجاب أن الأمة تبحث عن مخرج لها وعن طريق للهداية والطريق بين أيديها، ولكنها مصروفة. ما ينبغي أن تتفكر فيه هو سبب هذا الصرف. لماذا صرفنا عن الحق؟ لماذا لم تجتمع الناس على كتاب الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل لعيب في الشرع ولا عيب في هؤلاء الناس؟ إذن هناك خلل، أتينا هنا لإصلاح هذا الخلل من بعض الجوانب. وبعد ينبغي عليك أن تخرج، تصلح هذا الخلل عند الناس. وهذه مشكلة لابد أن نجد لها حل. أن الملتزم يعتقد أنه بلغ الغاية فيما هو عليه من مجرد القدوم إلى المسجد أو التعلم أو المذاكرة أو الحفظ، هذه خطوة، هذه درجة، وأنت تبحث عن الكمال والتمام ينبغي عليك أن تكمل. ولن تجد لذة ولن تجد حلاوة ولن تجد مثيلا لما وصف ربنا تبارك وتعالى فيما وصف من قوله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لما تنظر في بلدك وترى أنها أعلى نسبة انحراف، مش انحراف، مفيش، أعلى نسبة إلحاد في منطقة الشرق الأوسط، ما هو دورك؟ لما تنظر في بلدك تجد أن أعلى مشاهدات للأفلام الإباحية، تنظر أعلى نسبة في التعامل كذا، تنظر لدولة عربية هنا قريبة الأولى عالميا في شرب الخمور لعام 2015، 10,000 لتر ولا مش عارف كم ألف لتر. ألا يحتاج ذلك إلى تحرك وجهد؟ ألا يدعوك ذلك إلى الحركة؟ ألا يدعو ذلك إلى التحرك؟ يدعو. ألا تدعو هذه الغيرة، هذه الأشياء على الغيرة على الدين؟ أشياء تحتاج إلى فكر وإلى نوع من التفاعل. ولربما يقول الإنسان في الحقيقة: أن لا أجد في نفسي تحرك. بعتونا كرسي زي ده مولانا أحسن أرفق به، عشان الناس اللي زي حالات الموتان أرفق به. فسبحان الله، هذا إشكال أعظم، أنك لا تتفاعل مع الواقع ولا تكون جزء من هذا الواقع. كنت أقرأ أمس في سيرة أحد يعني الدعاة العظام في دولة من دول إفريقيا، يعني تقريبا مالي جنوب مالي شمال النيجر شيء من هذا القبيل. يعني هذا الرجل ظل يجاهد الفرنسيين أعوام طويلة جدا وما ظفروا به. نعم، فين فين في مالي؟ الفرنسيين لا، الفرنسيين كفار، عشان تريح نفسك. في معركة من المعارك أسروا ولده، راح الولد إلى فرنسا حيث التحرر والمدنية، طبعا هناك في صحراء قاحلة لا يعرفون إلا الجمال ولا يعرفون إلا الماعز، رأى نفسه في باريس بدينة الجن والملائكة كما يقول طه حسين عليه من الله ما يستحق. وبدأ هؤلاء يعبثوا بأفكار الولد حتى غيروا عقائده، ثم ردوه داعية إلى أبيه ليثنيه عن الجهاد هؤلاء إيه؟ الكفرة. فكان من الوالد ولده، ما كان من الوالد إلا أن قتله لأنه بدل دينه.
صعب صح؟ لكن هذا الدين سبحان الله العظيم. من هنا أدرك هؤلاء الناس أن هؤلاء البشر لا يجابهون بالسلاح، إنما يواجهون بالفكر. لا تقوى عليهم سواعد بقدر ما تقوى فيهم الفتن. لا يخشون الموت، لكن يخشى عليهم من الدنيا وزينتها. ففتحوا علينا الدنيا، وليتنا أخذنا منهم ما ننتفع به، لكن أخذ القوم من أوساخ هؤلاء مما هم نادمون عليه، وليست من المدنية والحضارة في شيء، ليست من المدنية والحضارة في شيء. لكن سبحان الله فصبر جميل. إذن نحن هنا على طريق التغيير من التقصير والتفريط إلى الطاعة والالتزام، نتعلم ونعمل ونعلم وندعو إلى الله سبحانه وتعالى. والمادة هذه مادة في الحقيقة متعمقة الجذور، طويلة يعني، لها لأنها تبحث في يعني انظروا مثلا، نحن نأخذ سريعا نتكلم فيها مقدمة عن الفلسفة ونشأتها وتطورها وعلاقتها ومن أين أخذت ومن أين، ثم بعد ذلك أديان الهند وشرق آسيا، ثم اليهودية والصهيونية والماسونية والنصرانية والاستشراق والاحتلال العسكري والتنصير، النصيرية، البابية، البهائية، القاديانية، الوجودية، الشيوعية، العلمانية. طبعا هذه أشياء، أسماء كبيرة تحتها عناوين تأتي معك، ولابد أن يكون لك أنت في هذه المادة جهد فردي، لأن أردنا أن نتوسع، والتوسع فيها مطلوب ونحن في حاجة إليه، لن يتسع المقام، ولكن يبقى جهد حضراتكم مشكورين تساعدونا في ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. فيكون هناك شيء من التحضير والمطالعة الخارجية أنت تحتاج، وحنركز على بعض النقاط الخاصة في مسائل الإلحاد عند الداروينيين والمنطقيين، وما يتعلق بشبهات هذه الأيام نضع فقط قدم على الطريق وأنت تبحث وتكمل. شبهات المستشرقين تجد شبهات كثيرة جدا، ولكن مع البحث تجد أنها تافهة والردود عليها سهلة، وأنك تأوي إلى ركن شديد في الحقيقة. نأخذ مقدمة في الفلسفة. يا أيها الرجل الذي هو جاهد في الفلسفة، ماذا يفيدك من دراستها وأكثرها سفه؟ نخص مقدمة بسيطة حتى تكون مدخل لمن يعني نتكلم فيه. منشأ كلمة الفلسفة هي كلمة معربة عن اليونانية. الفلسفة هي كلمة معربة عن اليونانية، فهي لفظ يوناني نشأ، أول ما نشأ في اليونان. ثانيا أصلها الوضعي وسبب تسميتها بذلك. هذا الكلام في الكتاب يا شيخ، كتاب ولا مكتوب؟ والله اكتب الكتاب. قيدوا العلم بالكتابة، لا أدري يعني سيأتون لكم بأي كتاب، لكن ما رأيته يعني يحتاج إلى كتابة اكتبه. كلمة الفلسفة مشتقة من كلمتين، فيلو أو فيلا، ومعناها المحبة والإثار. سوفيس أو سوفيا
ومعناها الحكمة. يبقى هي محبة الحكمة أو إيثار الحكمة. وتعريف الفلسفة الوضعي الأصلي من خلال ما مضى يتبين أن الفلسفة باعتبار الوضع الأصلي تعرف بمحبة الحكمة أو إيثار الحكمة. وإن شئت قل البحث عن الحكمة. كلها معاني يعني قريبة. دي مزايا، دي مزايا شيء باطلة يعني. لا ده تعريف الفلسفة. الفلسفة هذه يونانية مزايا اللي هي فكرة المزايا الباطلة. نعم. شيء منها يعني. ويعرف الفيلسوف بأنه محب الحكمة أو المؤثر للحكمة. تطور دلالة كلمة الفلسفة. مصطلح الفلسفة مر بعدة أطوار، وعلى هذا فإن تعريف الفلسفة يختلف باختلاف هذه الأطوار، كما أنه يختلف باختلاف الفلاسفة الذين وضعوا لها حدودا وتعريفات. أي شيء مختلف فيه في تعريفه هتجد مختلفين في مدلولاته ومختلفين في موضوعاته، وهذه الطبيعة للفلسفة. عند الفلاسفة تعريفات عديدة وقد تكون في مجملها متقاربة، فمنها البحث عن الحقيقة أو حب المعرفة. وعرفها الكندي بقوله هي علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان. علم الأشياء على قدر طاقة الإنسان. وعرفها في موضع آخر بقوله هي علم الحق الأول الذي هو علة كل حق. وعرفها الفارابي بقوله إنها العلم بالموجودات بما هي موجودة، إلى غير ذلك. وكما مر معنا أن الفلسفة مرت بأطوار، ولعل آخر أطوار الفلسفة هو ما استقر عليه أمر الفلسفة في بدايات أي علم من العلوم الوضعية. يحصل شيء من الأخذ والرد والتعديل والتوجيه والتوضيح حتى يأتي زمان يستقر فيه الجميع على أشياء محددة محدودة معلومة البدايات والنهايات والحدود. يعني لما تأتي مثلا إلى علم من العلوم أول نشأته يكون أصول مجملة، ثم بعد كده يتجه الناس إلى تطويله وإلى التعديل فيه حتى لا يدخل بعض التعريفات في تعريفات أخرى، حتى يكون التعريف جامع مانع واضح. لابد أن يحترز من التعريفات الإيه؟ المتشابهة والمتقاربة معاه. علم الحديث مثلا، من الذي أول من ألف في علم المصطلح؟ الرمه هرمزي. تنظر إلى كتاب الرمه هرمزي لا تصدق، يعني هذا يعقل أن هذا العلم في هذا الكتاب الصغير؟ نعم. ثم بدأ العلماء يتعقبون يبنون عليه ويطورون ويحدثون حتى أتى على مرحلة المراحل شبه متفقين عليه، خلاص بقى له حدود وليه تعريفات، الاختلاف فيه أصبح بسيط جدا وضيق، والتعقيبات أصبحت إيه؟ بسيطة وضيقة لا تكاد إيه؟ يعني تظهر خلافا أو اختلافا. كذلك الفلسفة. فمما سبق يتضح لنا أن الفلسفة في التعريف المجمل والمجمع عليه هي النظر العقلي المتحرر. النظر العقلي إيه؟ يعني إيه نظر؟ إعمال حاسة الفكر. المتحرر يعني إيه؟ الغير مقيد بفكرة سابقة أو معلومة سابقة تؤثر عليه في الحكم، حال الحكم على الأشياء. والنظر المتحرر ده في الحقيقة لا يستطيعه إلا العقل القوي. ليه العقل القوي؟ لأن لو تكلمت عن هذا الرجل الأعرابي هذا الذي يتشح بهذا الوشاح
وقلت لكم أن هذا الرجل عالم أديب، انظروا وكأنه أتى من الصحراء القاحلة. أنت لم تسمع منه شعرا ولم تقرأ له أدبا ولم يعني تطلع له علم، لكن هذه الكلمات لا شك أنها ستؤثر فيك على الحكم عليه. لو طلعت سألت برا على عدت الناس الأخ ده ما اسكت يا عم، ده راجل عالم، ده راجل أديب، مع أنك أنت إيه لم تقرأ له ولا شيء، لم تطلع له ولا كتاب، ولكن ما علمته من قبل أثر عليك في الإيه في الحكم. حتى لو خلطته، أنا قلت الكلام ده وأجا أحد المشايخ وقال نفس الكلام وهكذا وكذا، تكونت عندك فكرة وهو يدرس معك، فتيجي ده إيه أنت الأخ اللي هناك ده خلي بالكم ده أخ عالم بس بيدرس معانا. كذلك يا أخواني، أن لماذا أضرب هذا المثال؟ انتبه معي، حتى إذا أردت أن تحكم على أي شيء ما دمت حاكما لابد أن يكون عقلك متحرر من القيود التي تسبق الحكم بمعرفة أو بقول تؤثر في ذات الحكم. إذا كنت حاكما هتحكم على إنسان، الحاكم ينظر فيما بين يديه، أنت رايح مع لعند حاكم في مظلمة وهو يعرفك أنك إنسان طيب وكذا وكذا وكذا، ولكن أنت أتيت له في مسألة معك خصم، ينبغي أن يعدل بينكما في كل شيء وأن يتحرر من كل شيء وأن ينظر في الإيه في ذات الحدث، وإلا إن لم يفعل ذلك هيحصل إيه؟ يحكم لك بالبراءة. معقول فلان ده يخطئ؟ ده أنا عارفه متربي يعني، لكن هذا لا يكون. وإلا تنظر مثلا الصحابة وهم رضي الله عنهم وأرضاهم على ما هم عليه من التربية العالية والأخلاق السامية والديانة الكاملة، لما كانوا يذهبون إلى بعضهم البعض في ولعل كان يأتي صحابي فحل كبير معروف مع آخر مثلا مغمور أو له سبق مع آخر متأخر إسلامه، ما كان القاضي ليفرق بينهما، وإذا فرق حتى في النظرة يلام. يبقى هي النظر العقلي المتحرر من كل قيد وسلطة تفرض عليه من الخارج، بحيث يكون العقل حاكما على الوحي والعرف ونحو ذلك. يعني حاكم على الوحي، طيب الإيحاء أو ما يوحى إليه من بنيات أفكاره، واضح مش الوحي الشرع يعني. نشأت الفلسفة واشتهرت في بلاد اليونان، بل وأصبحت مقترنة بإيه؟ باليونانيين. على الرغم من وجود الفلسفات القديمة في الحضارات المصرية والهندية والفارسية القديمة، دي كلها حضارات كانت لها فلسفات، ولكن لما تطلق كلمة الفلسفة ينصرف الذهن إلى إيه؟ إلى اليونان، وده طبعا له سبب سيأتي معنا. وما ذلك إلا الاهتمام فلاسفة اليونان بنقلها من تراث الشعوب الوثنية وبقايا الديانات السماوية، مستفيدين من صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام بعد انتصار اليونانيين على العبرانيين بعد السبي البابلي. من يعرف السبي البابلي؟ السبي البابلي ما حدث سنة 603 أو 605 قبل الميلاد من فاجعة يعني مني بها اليهود يعني في منطقة بابل، لما حصل نوع من الغزو، ولهذا صار العراق أحد مواطن الفجيع عند اليهود بسبب هذه المأساة. فمنه انطلقت القوات التي قضت على دولة إسرائيل في العهد القديم، عهد الملك الكلداني البابلي اللي هو نبوغ أو بخت نصر، ماشي،
وفي بعض يسمونه نبوخذ نصر. وانتهت حربه بواحدة من أكبر الفواجع في التاريخ اليهودي وهو مطلق عليه مأساة السبي البابلي. لما أبوخذنصر تولى العرش الكلداني بلغت الدولة أوجها، وحلف الملك اليهودي يواقيم إلى أن العلاق بينهم تدهورت، وحصلت مأساة لليهود أبادوهم عن بكرة أبيهم، وما اقترب أحد من اليهود يوما ولا تعاون معهم إلا وعرف خستهم، إلا وعرف ما هم عليه من دناءة خلق، من نقض للعهود والمواثيق، من خيانة حتى في عهد الوثنيين وقبل ذلك. ومما يحكى في الحرب العالمية يعني التي يدعون فيها المحرقة أن من مخازي اليهود واحد قائد تقريبا كبير قال يعني تستغربون لماذا أفعل هكذا بهؤلاء، أنا أعطيكم درس. جعل اثنين يحسنون إلى اليهود ويفكون أسرهم، كانوا مأسورين هيتحرقوا، فخلى اثنين كده يحسنوا ايه الى اثنين يفكوهم ويهربوهم، ويعني كأنهم يعني يفعلون ذلك ايه خدمة لهم. فما كان من اليهود إلا أن أبلغوا عنه، هذا دين هؤلاء. وأحداث حصلت كذلك أنهم يعني بعضهم نجا من المحارق ويرون أشياء، يعني إن صح هذا الكلام. على كل حال هؤلاء أهل إيه؟ أهل خسة ونذالة إلى غير ذلك. طبعا لعل هذه الحادثة أثرت في تاريخ اليهود، ولعلها من أسباب أحد أسباب تدمير العراق الآن. وربما استفادوا أيضا هؤلاء الفلاسفة اليونانيين من حكمة لقمان عليه السلام، فجاءت فلسفتهم خريطا بين نزعات شتى. وقد استوى ساق الفلسفة على يد أفلاطون ومن بعده أرسطو. هؤلاء عمالقة الفلسفة القديمة الذين قعدوا ونظروا لها وفعلا جمعوا فلسفات العالم كلها وبدأوا ينقحهم، وأصبحت خليط فعلا من فلسفات شتى، وسترى ذلك. ثانيا دخول الفلسفة في ديار الإسلام. الفلسفة دخلت ديار الإسلام في القرن إيه؟ الثالث الهجري في عصر الخليفة المأمون. في عصر الخليفة من؟ انتبه، لأن هذه سينبني عليها أشياء. في عصر بقى ترجمة الكتب، وعصر الانفتاح العلمي واختلاط الثقافات إلى غير ذلك، حتى أنهم كانوا يعني من فائق عنايتهم بذلك بذل المال للمترجمين والكتاب ومن كان عند، يعني حتى أصبحت نهضة علمية في عصر المأمون غير مسبوقة. وإن كانت هناك محاولات قبل ذلك، لكن بلغت يعني أوجها في عصر من، وكان هذا العصر الذهبي للترجمة والتأليف والانفتاح على الفلسفة وكتب المنطق إلى غير ذلك. يبقى الفلسفة اتصلت بدار المسلمين سنة كم؟ سنة 300 تقريبا في القرن الثالث الهجري، يعني 295 فيما بعد. ولقد سبق العرب الفلاسفة أو فلاسفة الغرب بالاتصال بالفلسفة اليونانية، إذ أنها لم تصل إلى الغرب إلا في القرنين الميلاديين الثاني عشر والثالث عشر. يعني بعدنا بكم قرن؟ تسعة. يا راجل القرن الثالث الهجري يبقى التسع الميلادي، يبقى ثلاث قرون 300 سنة. ال 300 سنة دولت اللي هو عصر النهضة
الذي سبق به العرب الأوروبيون، وظلت هذه الفترة سابقة في كل زمان حتى سقوط الأندلس، وبدأنا ندخل في نفق الإيه؟ الظلام والجهل إلى يوم الناس هذا. فسبقهم، سبقوا بأكثر من 300 سنة. إنما دخلوا بالفلسفة لما نشطت حركة الفلسفة والترجمة بالضوابط الشرعية، وكان الكتاب والسنة هما الحاكم، وبدأ الناس في إعمال العقل فيما ينبغي أن يعمل فيه، وبدأوا يتطوروا وينظروا إلى الدنيا نظرة نظرة المخترع وكذا وكذا، ولكن مقيدة بالإيه؟ بالشرع. سبقنا، واضح؟ بدأ هم يتلقفوا منا الفكرة ونحن نتخلف عنها حتى سبقهم. الإشكالية ليست في العلم بقدر ما هي الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، وإلا والله في الأمة كوادر كثيرة، لكن تحتاج من يخاف الله سبحانه فيها. الله المستعان. لم تصل إلى الغرب إلا في القرنين الميلاديين 12 و13، معتمدين على ما خلفه الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام الذين تخصصوا في دراستها أو في نقلها من النص السرياني أو اليوناني إلى اللسان العربي ثم نقلت إلى لسان الغرب. يعني الفلسفة اليونانية لما كانت بالسريانية أول ما ترجمت، ترجمت إلى إيه؟ إلى العربية، وبعدها إلى اللاتينية أو اللغة الغربية. لذلك لن تجد اختراع، لن تجد اختراع الآن من الاختراعات المشهورة إلا وله أصل عربي. الكاميرا، الطائرة، الكمبيوتر والحواسيب والهواتف، كل هذه أصولها عربي. الساعة، كل هذه أصولها عربية. وإذا بحثت ترى أمرا عجيبا، ترى أمرا عجيبا والله. لو تنظر في قصور الأندلس والاسترلاب والغيره وغيره، ولا تنظر إلى أدوات الجراحة، ومن أول من علم الدنيا الجراحة، الخيط، أن الجراحات يعني تحاك كالثوب، من؟ وأول من استخلص الخيط الجراحي من؟ العرب المسلمين. من اكتشف الدورة الدموية الصغرى والكبرى، ومن اكتشف نظريات فيثاغورس وإقليدس، كل دول العرب. علم الجبر والخوارزمي والأشياء عجيبة، أنت لا تكاد أن تصدق، ولكن يبقى لك الفخر أن هؤلاء مسلمون، ولا يتم الفخر إلا بما يعني يرضي النفوس والله ويرضي الله من قبل، من أن تنتفض هذه الأمة انتفاضة علمية، ولن تتأتى إلا بتوفيق من الله، ولن يكون هذا التوفيق إلا بالعودة إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه كلها أشياء مبنية على بعضها البعض. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء، ما يفتح الله للناس من إيه؟ من رحمة فلا ممسك له. لكن أبواب الرحمة تفتح للمحسنين، للمتقين، للصادقين. يعني أنت لما تأتي وتكون صادق تحتسب خطواتك وجلوسك والمذاكرة وأنت طالب علم، وتستحضر أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وأن النملة في جحرها تستغفر لك، حتى الحيتان في البحار لتستغفر لمعلم الناس الخير.
معاني عظيمة لو تفكرنا من قطعنا. النملة وهي على ما هي فيه من معيشة ومن كذا ومن كذا تستغفر، والحيتان تستغفر، وكأن الدنيا كلها مسخرة لطالب العلم. السماء فيها الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، والحيتان والنمل في الجوح في الجحور، سبحان الله. ومع ذلك ترى يعني شيء من التقصير والتفريط، والله سبحانه وتعالى يعفو عنا. غاية الفلسفة كما كانت في أول الأمر هي محبة الحكمة.